ها، ايه الاخبار عندك؟ تمام. سلطان اهو دخل يستحمى، مستنيه يشوف هيطلع ازاي بقى بعد ما يغسل ميك اب العواجيز اللي كان حاطه. ستي عديها بمزاجك بقى، خلصنا الحمد لله اننا خرجنا من هناك. ده انا كنت هموت، انا لو اعرف ان مكاني مجنون كده ما كنتش رحت اصلا. يلا عدت على خير، خشي نامي دلوقتي وهكلمك بكره عشان نتقابل. ماشي. بس بهجت كان في حاجه كنت عايزه اقولك عليها. اموري بهجت انا بجد بحبك قوي، وبجد ميرسي على كل اللي بتعمله علشاني. مش قدي على فكرة، أنا ما عملتش حاجة، أنت تستاهلي كل خير، وأنا والله العظيم ثلاثة لو أقدر. أقدر إيه؟ تقدر على إيه يا بهجت؟ تقدر تعمل إيه أكتر من اللي أنت عملته يا بهجت؟ إيه أرنوبي بالراحة طيب؟ بلا أرنوبي بلا زفت، قول لي كنت بتكلم مين؟ اسمعي بس، أنت فاهمة غلط وحياة ربنا أنا فاهم. بتخني يا بهجت؟ بتخني في بيتي وفي أوضة نومي وعلى سريري يا بهجت؟ إيه الأوفر ده؟ على سريرك إحنا في الريسبشن. هو باكج كده بيتقال على بعضه. كنت بتكلم مين؟ طب ممكن تسمعيني؟ والله العظيم ثلاثة انت فاهمة غلط. دي داليا. داليا؟ داليا يا حيوان؟ داليا مرات ابني؟ ابني حبيبي؟ تعال تعال يا سلطان يا حبيبي، شوف شرفك اتدلمغ ازاي؟ شرفك اتدلمغ في الطين وعلى ايد صاحبك الانتيم الزبالة اللي انا لميته مش شباب. ايه كفاية ضرب بقى؟ دلوقتي بقى ابني سلطان يا حبيبي وضنايا؟ اسمعيني يا ستي. مش عايز اسمع حاجة. اسمع ايه بعد اللي سمعته؟ طلعني طلعني دلوقتي حالا وحد على سلطان وهقول له على اللي انت عملته فيه. لا 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 لا، ابوس ايدك سلطان. لا يا جبان يا خواف، مرعوب دلوقتي يا حبيبتي؟ مش خوف والله، اتفاق مع داليا دي الحقيقه يا منيره. اه طبعا. امال ايه؟ متفقين تهرب مع بعض تروح شرم الشيخ. شرم الشيخ ايه؟ لا طبعا. يبقى سهل حشيش. هو اي جمل انت عايزه تقولي؟ اي جمل وخلاص يا بنتي، ده اتفاق والله بيني وبين داليا. اللي حصل داليا لا عيانه ولا بتقوم كل يوم مش فاكرانا ولا الكلام ده كله، دي تمثيليه. تمثيل؟ ايوه. اقعدي اقعدي وانا هفهمك كل حاجه. داليا اقفلي دلوقتي وهكلمك تاني، معلش. اقعدي اقعدي، ربنا يهديكي. اديني قعدت. اللي حصل من الاول خالص كان اتفاق بيني وبين داليا ان احنا نقرص ودن سلطان ونربيه عشان يتعلم الدرس ويرجع لها.